إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نجوان الرزمي. أنا أدري إن هذه الشغلات كلها نحق عدنا نبي المجدي، لكن لو هم عيال إسماعيل أنا إسماعيل بكله. وقريش قريش وقريش تقول له ادي 500,000 قلب بصير حقه، ولا وقف حقي احوال ما يتنعوش ولا بقصبه. الله طول الان ولا عنده سريع. انا شعير من شرق اللي عند الثاني ما انطلب الاجن ركضوه. يا مرشد لما قال لك ابي تسرع له 500,000 شل البصيرة ولا طلع حق احوال صلب. ايام 500,000 حق البصائر. ايام بصائر اللي قعدنا نطالب بهن لان مطارح عند ابي وعدنا المساجين يطالب بهن. الذوق يا جماعة اصحاب القرية كلهم جرى عند ابي يا قلنا على هذا الولد بس يوديه بي. قوم يا حاج مبكت كرفاس. الله جهد كثير قال عاطف حقه ومش طافه يا منزل ملك يا مدب وانا بداله نزل من نفسك. الله اذبني على الفاحة بس لا رحت له انا امه مو الطريق من عنده ارجع من حمد درب. هو ظن نفار مقاجزك السعودية لا عاتم متقر لمو بونس قا عمل وبعدها قاجزهم ما انا من الجاري محظي دحين مقاعمل مع باقي لك أتلقاك لقاحة باقي لقاحة ونمي خرج الرابط وانحش. قالوا غلقوا المنفذ عرق الإشاعة. إشاعة ولا فحص احسبها حتى تخطيط قلبي خربي خربي يلا ولينا هذا الصلاة. هاتي خير موبو اسمع تولدت 500,000 قاك لب صاير حقك ما نشبع حقت ابو حق. ها من ثيلة هي عدنان ابنك يجيش بصاير حقك وعلم لي اصحاب القريه يقوم بزوم بصاير من عندي بس متى ما قاقا من عندكم ماذا احنا حاسبوني ما انطلب الجير راكضو. والله يا اخي احمد تقولوا كذبه ولا قلنا له عندك انت داري بيادي ما لي انا كم من مره قاعد اروح تضبط ابنك هو ذكى مكتر راموس انا بقول لك كيف تعملوا وهذه مره انسحب وجهي انا عبيدك يا شيخ قال لي خلاص ولا توقف احل حقه ورش اجري للمبروك انا ابدي لك يا ذخ انا ابدي قلبك انا تدي لك 500,000 ولا خلاص هذه الدفرة علشانك لا تجري همزه انا ابدي قلبك ولا خلاص هذه الدفرة علشانك بس اضبط ابنك انسحب وجهي يا ذخ ولا خلاص ابدي قول لي رو بس يلا الشيخ انا وعدنان قلنا يدي بصائر حقنا قال لك مرايان عنده ب2 مليون كيف كيف ب2 مليون حق ب2 مليون ما انا ما عدنا اشتري حق ب2 مليون اصلا ابي مرانش عنده راه كانوا طرحون عند ابو لا طريح والرئيس ذحين قال لك 2 مليون من انا ادي له انا 2 مليون قال له دخل الله واحنا لا عندنا له ولا رهن وكانوا من اول يرينوا راه يا اخي ابي ما طرحنش عنده ولا رهن عنده هو جاب له فلوس واشتري له الارضيه كيف 2 مليون ما انا والله ما عاد رغم قصته خلاص انا بتصل واشوف ايش قصته مو 2 مليون زعما انه جانا نغرف الو يا من السلام عليكم السلام ورحمة الله إنه كيف تقول لمقدر أخي إنه البصائر برهونات ب2 مليون وأنت عارف إنه أبوك الله يرحمه أشتري الأبي اللي أشتري وأبي من حبه وثقته بأبوك خليها نجلسين عنده يخبئين كيف اليوم هذه تجي تقول لي 2 مليون لمو ما أنت عادك شجاها كذا وأبوك الله يرحمه كان إلا طيب جل مثل أبوك ها؟ ما نقول لك 2 مليون أنا قلنا 500,000 لأنه قال أبي
نو اشتري لابوك ما تديروش لا 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 حق الدلالة سهل مش مشكلة، اما 2 مليون والله انه ظلم. اخوك كله كذاب يا زعلو عدنان، علموا عدنان السرقة والمنصابة. انا قلت مش معقول انه شتي الشيخ غالب يعملنا كذا وطول داري بالقصة. ما لا دارين دا حينها 500,000 قاك لبصيرة حقك الله يبارك له. الا اخوك قاو كذاب. خلاص انا شحول بالفلوس باسمك مختار اخي، الحمد لله انه ربي فضحوه. هو لما يقازع بن مرشد وحرام انا بعد ما هندزوا من باكسيس نحكي معاه عرضيش اشتغل مره معاه عرضيش. منو قال لك تولدت في ألف ليخ البصائر؟ منو قال لي ابوك تولدت في ألف ليخ؟ مو دخلك مو بخ يا ابا صلى على النبي. منو امرك تولدت في ألف ليخ البصائر؟ مو دخلك يا ابا حقنا لما يجيش حقنا لما خليه معه ذلحين قال ندي 500,000 ولا توقف احوال تأجل هلا المبروك. كيف يأجل هلا المبروك وانا حقنا مو هذا خبر؟ قال ابي الله يرحمه ارهنهن عنده ب 500,000 قال لما ندي له 500 توقف احوال. هو شرط قد يرهنهن عنده ب 500,000؟ ما انا ما نستاري ولا حاجه، كان اقول له ابي اللي صحن عنده 10,000 ضايعين. ماني خلاص احلف واللي يثبت واحنا نديله 500,000 حقه ورجع لنا بصير حقنا. هي عادك كلها شي تحلف لكن انا ابني الا فضل فضل من قال لك تقول انت الله. اه ما دخل مغش اللي ما من الصوب. الله المستعان يا مختار اخي، هكذا تعملنا؟ كيف تقول الشيخ قال اشتري 2 مليون وانا اتصل كله قال اشتري له 500,000 حق الدلاله وحق الشراحه؟ يعني هكذا تعملنا حتى لما كنا نوكلك على العماير تزيد لنا فوق السماير باعم؟ لكن يقول لك حبل الكذب قصير وربي فضحك. ومن لهنا لا عادك اخي ولا عاد نعرفك. ابي يا شيخ خليه الطائر في تواكل. ما اقول الشيخ عمل بي هكذا. انت على هذه خلاص خربت. عاد انا اقول لك اطلعك لعندي المحل واطرح عندك المحل مع هذه ما عادش يطلعش. لا باقي لها ضمر ولا باقي شيء. ترى عشان تدرج حرام عشان تدر لنا ريال. هذا الشيخ حقنا والله ما قلت صدق عدنان. والشيخ هذا أقول لك أنا بخلف. أيوه. ولا أسمع لك عدنان اللي علم له المبروك وأهل قليل عليك. بما علمهم بما؟ أقول لك قال لهم يا إما تخلوه يثبت اللي إنه عليكم ديون ولا يحلف. يعني يعلمهم يحلفوني؟ أيوه قال لهم يجوا يحلفوا. ما انا اقول له عيب يا عدنان لا تعلم شرعيه على شيخك ما ينفعش. قال ما اعترف بوش ولا هو شيخي. الله دخلنا هذا خبره يعني مثل الحين صد. خلاص ما يهمك انا حط اللي يعترف بين لما اعترف فيش براضاش يعترف بي بالصميم. تعال مش اقول له. ولا جراكب تقول له ادي على مشوار 2003 يعني حسه على ثقيله وما اصلا اكثر الناس هذه ايام ما معهمش داخل ويعني كل من يعلم بحاله لله. مش وقت هذا يا مجنون حطان حي ويلي رجعونا حقونا بيه دا زحف الناس للحين. قل لي كيف ندخل البيت؟ اقول لك ايه بومعي لفتيك الرقوة صح
مو هي. قلنا نصلي جنب الباب. تمام. ودقدقنا وعدنش ينزل يفتح لنا. أوه. خلاص ودخلنا البيت. يا فرح ندخل نتلاقى نتلاقى مش ندخل الشوارع. ملا أي لعبة. سكت 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 أصلا يدبر نفسي. الحق بعدين. يا وين؟ بعدين. يلا يلا يلا. كلك تدغدغ عليهم. لا ما انت شعبان. انت خطة. ما بلا على ما قلنا لك تدغدغ. أمانة أنت سكت ما تهدل اليوم وعد دي بعدين شغل. جتنا فيك أحلى بشارة وابتدت أحلى. تحية خاصة مقدمة من طاقم الفريق ومن الغالي مصلح عبد الكريم العواضي ومن الوالد أمين أحمد مصلح ومن الأخوة عبد الله ومحمد وطه وعلى وفكري إلى الأخ هيثم أمين أحمد العواضي بمناسبة ارتزاقه المولودة الجديدة والذي سماها باسمه فنقول له ألف مبروك تتربى بعزه. وأنا خفت مني ذا الحين دواجه الباب. يا أخي أنا فضل اختلعني أنا فضل. يا أخي بس ضروري نتخلق اثنين وهجيني لباب وأنا شفت حلق باب بسرعة. أخي أنا صاحب أخي مليه. الله هذا كبير مثل طيرين بنا. Thank you.
فالحين مو يطلعوه لنا من الدرجة دي. اه صح، اكوبا ما اخا شباب يطلع موتر ونزله. امورك شادري، امورك شادري. يلا 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 يا اخي شغله شغله احنا ده شغله ده الحين الكدق قاعده تكلف يابا مو شغله انا مفتاح مع البطريق الغالي انا في مفتاح انا سرقنا سرقه ولا انا سرق مفتاح انا دف دف حسوا انا ما عايز بدك ما عايز تطلع دف بره اليوم هذه بو محطة بينا بترول شو اللي سارب وعلى الله ان شاء الله اني محصل بترول واطلب الله وديهم هذا كما تنسى الطماطم ولا غام على طول السلف عند ثلاث انا عبيدك يا با انا اقول لك لا تقولش انا عبيدك لا يعباد الا الله امشي جزا هادي هذا كان الدخ يبني أم مجر ما هلوش عقل مجر ما هلوش أم مجر حقي ما هلوش سامح أبا مجر حقي أم مجر حقي ما هلوش أين هو أم مجر بدري منه بس أم مجر حقي أديكو بالنهاية أديكو فبالكم عقل كلمة ديكوش الطماطس وبخافت بس بالله ما تعطر الرجل تقول هنجا شكلك ما تديكوش على ما الله انطرحكو أنت اللي بني اللي وقيعي وقيعي سرقوا علي يا مجر ما نجدري من يسرقوا كيف يسرقوا علي ساعة يضربوك ساعة يسرقوا عليك مو بك لما تسرقوا عليك لأن الناس مجر يتحقون بالشارع محل هادريان ولا أبو علي مو هذا اللي علي بمن أنت شاكك يا عم مصلح ما نشاكك بحد إلا أقول لك بمن بالشيخ بالشيخ نمونا أنا وهو عملنا مشاكل على الماء وعلى البصائر عش نفسك دخل نفسك بورطة عاد شكلك بشي قول مثل لا تعاقد عقل السوق ولا شيخ القرية ما انتش حارس شيخ بعد لما بش بثبت معك والله انت تهجره وتتأدب بعد يدخل لك بسين وجيم هذا حين كيف انا اقول كيف كيف انا شو اللي عنده
واحد يقول لك يا شيخ دحين ادمر اول بقع ضرب وانت ما تكلم كل شيء دحين تهز الموتور ما عمل تقول يعني انت شيخ هو على من عن الكلب كيف عشو اللي تتعول به وانا داري انه يسرقوه لا تقولش على هذه انه يسرقوه بو معك مثبت انه هو بو معك دليل حتى اهل القليل هم دليل والله ما يشرد يقول لك انه هو اقول لك مشاكل الا ابو لانه انا معي مشاكل الا معه الدوله لا تحمل مغفلين الشك هذا ما يدخلش الشك شي معك اثبات انه هو ومعك شهود ومعك كذا ما شاخذك انت تشيك الشك هذا ما البيت الحين ما دام انت شاكك ولا تقولش قول له انه كذا كذا قول له يا شيخ والله ما دام انه امس جاب ازا موتورات واحنا راقدين وهذا الحين قدر يخلع عندك تعيين من غريمنا ولا جا حلفك اهل القريه يلا لا لا انا والله ما اخضع لا له ولا لغيره انا يجي سلاسل لا مرفوع اقول لك خلي راسك يجي مرفوع ولا دور كرب بدل الموتور يا اخي ها 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 رجع 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 ها ها رجع خلاص ما دام انت فاعل نفسك ما هذا انا شو اللي انا وعيون مو مقاله دريك وخذك يا علي سبره ما سبره وحنا ما بوش علينا شيء امشي انت لك زي شال النخيط خلاص على هذاك اللي ما يحكمش عقله كان عم الجبل يلا مع السلامه يلا نتقابل بعدين ان شاء الله جتنا فيك احلى بشاره وابتدت نونو ونبارك للاه زياد حمود العودي بمناسبه ارتزاقه المولود الجديد والذي سماه نور ونقول له الف الف مبروك ويتربى بعزه وتاني مقدما منا طاقم الفريق ومن مجمع ابو طارق ومن وسيم الشغدري وعز الدين العودي وعبد الله السماوي